دقيقة 7:33. انتكاسات أبي أحمد تتوالى. دحر هجومه المضاد، والآن يخيم شبح الفوضى على إثيوبيا مع تقدم متمردي تيغري صوب العاصمة أديس أبابا. كيف أصبحت هذه التطورات ممكنة مع امتلاك أبي أحمد ميزة الأعداد الضخمة من المقاتلين ضد منطقة غير ساحلية بلا قوة جوية أو دعم دولي؟ لماذا أثبتت الأسلحة المتطورة والطائرات دون طيار من إيران وتركيا والصين أنها لا تضاهي قوة جيش تيغري ومعظمه جنود مشاة بلا تكنولوجيا؟ يقول الخبير الكيني في شؤون القرن الأفريقي رشيد عبدي إن أبي أحمد دفع بجيش من الفلاحين غير المدربين في مواجهة قوات متمرسة ولديها إرادة حديدية للقتال، ومع هذا كان يتوقع أن ينتصر. ما الذي يحدث الآن في إثيوبيا؟ عام على بداية الحرب في إقليم تيغري الإثيوبي، لكن المشاهد مختلفة في نوفمبر 2021 عن مثيلتها في الشهر نفسه من 2020. ميكيلي عاصمة إقليم تيغري التي لم يستغرق سقوطها في قبضة الجيش الفيدرالي أياماً فقط مع بدء الصراع، بعيدة جداً عن سيطرته الآن. لكن ليس هذا هو الانقلاب المفاجئ الوحيد. قوات تيغري تتقدم باضطراد وتقترب من تهديد عرش أبي أحمد وعاصمة البلاد أديس أبابا. مع نهاية أكتوبر 2021 أعلنت قوات تيغري تقدمها على حساب القوات الحكومية وسيطرتها على مدينتي كومبلوتشا وديسي في إقليم أمهرة عدو تيغري اللدود. التقدم جاء في خضم حملة قصف جوي مكثفة قادها الطيران الحربي الحكومي، لكنها لم تغير شيئاً من المعادلة. وفيما بدا أنه خطاب يائس، دعا أبي أحمد المواطنين إلى الالتحاق بالقتال ضد الأعداء. وتماهياً مع دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات ضد المنتمين لقومية تيغري في أديس أبابا، دعا أبي أحمد لمتابعة من وصفهم بأنهم يعملون لصالح العدو ويعيشون بيننا. سيناريوهات. مع تسارع الأحداث وإذا لم تتمكن القوات الفيدرالية من استعادة الزخم بشكل أو بآخر، فإن سيناريوهات مرعبة تطل برأسها على إثيوبيا. الأول يتمثل في استمرار تقدم قوات تيغري صوب العاصمة أديس أبابا والالتحام بقوات جيش تحرير أورومو المتحالفة معها، والتي سيطرت هي الأخرى على مدينة كميسي على بعد نحو 53 كيلومتراً إلى الجنوب من كومبلوتشا على الطريق السريع المؤدي للعاصمة أديس أبابا. في هذا السيناريو ستحاول الجبهة تكرار مشهد إسقاط الجنرال الماركسي منغستو هيلا مريام على أيدي تحالف عسكري بقيادتها مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن مع اختلاف الوجوه هذه المرة. خنق العاصمة. أما السيناريو الثاني فهو توجه قوات تيغري نحو بلدة باتي التي تسكنها غالبية من قومية الأورومو، ومنها إلى مدينة ميلي في إقليم العفر، والتي تمتاز بأهمية استراتيجية كونها على الطريق الرئيسي الرابط بين جيبوتي وأديس أبابا. وفي هذا السيناريو قد تستخدم جبهة تيغري سلاح الاقتصاد لخنق العاصمة وحرمانها من الإمدادات الضرورية الواردة عبر الطريق الواصل بين أديس أبابا والمنافذ البحرية في جيبوتي. ومهما كان السيناريو المحتمل، فإن الحرب التي أرادها أبي أحمد سريعة ومجيدة تحولت إلى كابوس يهدد الآن بإزاحته عن السلطة وإغراق البلد بأكمله في أتون فوضى شاملة وحروب دموية بين المناطق والقوميات المتناحرة في أرجاء البلاد.